هذا لسه شايف دكتور تحت اورام بيعمل جراحه سنه، ايه علاقه تحت اورام بجراحه سنه؟ ونرمج واحد تكسر يعني بالحارس ده. حاجه ثالثه بقى، نحن بنحاول نخرج عقول الناس ان مصر فيها عباقره وان مصر فيها ناس مخهم وقدراتهم العلميه قويه جدا ودكاتره على اعلى مستوى في مدرسه الاطفال في جراحات العقم في مش عارف محدش عارف. انا بقول لكم محدش عارف. احنا عايشين كدكاتره في الدور الاخير في عماره كبيره، بس في عماره تحتنا والله ما حدش عارف حاجه. في ناس كتير جدا انا بقول لهم ده قطه صماء يعني وداني بتوجعني نظرة الناس للأطباء في مصر محتاجة تتعدل. محتاجة الناس يشوف الأطباء بمنظار صحيح، يشوف الأطباء اللي هم اللي فعلا المنظار الصحيح على المنفعل يستخدموا، يشوفوا بقى شباب الأطباء اللي عندنا شباب الأطباء دي مشكلة كبيرة جدا. ولاد مش لاقيين ياكلوا، بنت لسه ظهرة متفتحة وداخل المستشفى تنام مش لاقي حتة تنام فيها، دخلت الحمام الكهرباء ماتت. وقلت امكانيات وقلت 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 وعدم تقدير. الاطباء يحتاجون الى ان يصوروا او يصيروا نجوما. الاطباء يستحقوا ان يكونوا نجوما لانهم بالفعل كده. واحنا بنسعى كده في عالم من اعلام الاطباء. النهوض ونسعى بعض كلنا. كله سعى. احنا عايشين للاسف في دوائر منعزله وزاره الصحه دايره منعزله. نخاطب الأطباء في دائرة منعزلة، الإعلام الطبي في دائرة منعزلة، وكله ينظر للآخر نظرة فيها درجة من التوتر. تعترف بقى درجة التوتر، نقولها الدبلوماسية إنها توتر، ممكن تتقال بطريقة تانية إنها هي درجة عداوة، فيها درجة من درجات الإيه؟ ويعني إيه هو مين فلان عشان يظهر ويعمل يا سيدي اظهر أنت كمان. كله يظهر. إحنا عايزين بدل درجة وفي 10 فرامل. والدكاترة نجوميتهم قريبة مش عايزينهم احنا نجوم زي لعبة الكرة الممثلين بس قريبين منهم. الطريق طويل قوي عشان يبقى كده واحنا نستحق كده. احنا نستحق كده. الأطباء نستحق بس احنا اللي عدت نفسنا بالكامل. انا سعيد جدا ان انا ما كنتش في هذا المنطقة وسعيد جدا ان انا التقيت بأستاذتي وزملائي وسعيد جدا بالدعوة الكريمة من ضيفنا هو أستاذنا الأستاذ الدكتور يعني أسامة حسين. والحقيقه انا سعيد جدا بوجودي طبعا مع الدكتور عمرو بيه والدكتور عمرو بيه. انا سعيد جدا الدكتور عمرو هام الدكتور عمرو هام معلش بقى بس واحده في القصه كلها يعني زي ما اتكلمت حاجات في بعضها ولكن يعني اعذرونا لكن اكيد الناحيه العلميه اللي استفدنا النهارده استفدنا من حوار الالف استفدنا من الحوار عن فايده الكونتاكت مع استفدنا من النظره بتاع التجهيزات وازاي نستعد جدا في كل تخصصات ويكون في كوبريشن ما يكونش في العداوه. طبعا استفدنا جدا من الحوار الخاص جدا بدور وزاره الصحه. كل الحوار النهارده كان قيم للغايه ان احنا ننفذه وننقله الى ارض الواقع. سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد عسرناكم. شكرا لك كتير يعني امتعتنا جميعا ونتمنى انك تتبنى القضيه معنا. انا يا فندم لا يعني بالعكس انا اتمنى تستنوني انا تستنوني انا معاكم. احنا دلوقتي هنوقع مذكره التعاون بيننا احنا الثلاثه على الموضوع بتاع السيزيريان سكشن وبندعوكم باسمي انا يعني انا بدعو علشان انا كنت احب من بدينا المشوار ان حضراتكم اي حد يحب ان هو جمعيه فرد مؤسسه مستشفى جامعه يشتغل معانا احنا ونيد ان احنا نشتغل كلنا مع بعض. فيا ربي ربنا دايما ايد الله فوق ايد الجماعه فلو احنا اشتغلنا مع بعض ربنا هيجزي الله يجعلنا هنوقع وبعدين ناخد صوره.
كلنا مع بعض. هنكرم الأول وبعدين نحط الكرة كلنا. إيه رأيك بالطبول؟